300. كويس، نبدأ يا جماعة. يا غريب، يلا يا بلد ما... عشان لا مستني. ما... لكن انت عارف الحلوة شنو يعني؟ ما حاجة سلمية ما فيها وغابلية. ده واحد من دولة النهر والبحر. طبعا دولة النهر والبحر ده الجيران شتتنا زمان، لحقت ملك فيلا كلوب هاوس هناك، تمام؟ فاسمه ده عدم الشبه ده ما في السمحة وفي الشكل وفي اللون وفي الفيتشرز، يعني عدم الشبه في الطباع في السلوك في الأخلاق، والله ما بنتشابه. زول كده وبقتلك وبغتصبك وكده وبمس في غرفة واحد بيقول أنا. طيب ده زول واحد من دولة النهر والبحر، ما بيهمني كتير كده. لما انعصر، لما انعصر صاحبك، انعصر انعصر عصرة كده مظبوطة. شوف ده قال شنو في غرفة تانية. صحيح. ليس نحن عم ناكل دفانا اللي مزقته اغلينا واشتغلته زي ما نقول حاليا اخواتنا واخواننا بيتشرى السلاح في غرب كردفان وشمال كردفان. الشعب ده ما ضبط الحسابات، اختلف معاهم حج صيدوا علينا نحن. عشان كده يا حسالة السياسة في السودان ما تجوا تزايدوا على الناس اصلا. داوس وشفت اي فريق انا ما بقول لك جيب شهادة ميلاد هنا في النرويج في محل اللجوء. انت عارف الكلام ده، انا هنا في محل اللجوء في النرويج هنا الويدي هاي ما بقول لك جيب شهادة ميلاد، بقول لك قول صنجر. تعرف شنو صنجر؟ وجكيت صنجر وجكيت وقعدت بنيت القطيع وهناك لقيت الحمار الجبل الحمري عربي اما وحمري على السكين عرب بس كي كده لك انت قال قال عربي الطاهر، قال عربي مره يقول افريقي في اللايفات ومره يقول عربي ومره يقول افريقي. اتصال في الشخصيه كده يعني. زول ذو الوجهين، نعلة الله لذو الوجهين. هو زول ذو الوجهين، لا قادر يثبت مع الخليجيين ولا قادر يثبت نفسه مع السودانيين الافارقه، فمضطرب نفسيا يعني. اسمه اسمه الجبل الحمري عربي ام وحمري على السكين عرب بس كي كده لك انت لا شفت كيف يعني. لا 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 بس لا لا حتى ما زاد عشان انا لا 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 بس خليني اقول بس قلت لك لو كي كده لك هو زاد انا عرب بس لكن ليس عربي عتيق. يعني انا وراك وراك كده قاعد لك في حلقومك، تعرف في حلقومك، في حلقومك هنا 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 في المحل ده بس ده الحلقوم هنا 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 شفت في المحل ده زيط. انا قاعد لك جوا وش تقول كلوب هاوس؟ كلوب هاوس بتاعت حبوبتك. والله لو خشيت في عباطك انا بجيبك. انا عندي بعض المكالمات الصوتيه متحفز عليها يعني. هاي الطاهر، هاي الطاهر قال لي ده صوت الطاهر، هاي الطاهر. نستقبل الناس يا جماعه، ندي الدعوه يا جماعه. انا هذا بس وصلت له الرساله بسيطه كده داير اقول له انه انا قاعد لك كده في حلقومه. طيب يا جماعه انا اعصروا 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 يا جماعه، اعصروا اللايف ده، اعصروا اللايف، اللايف واقف يا جماعه. طيب يا جماعه في كميه بتاعت ناس اتصلوا قبل شويه، خليني اعود الاتصال ثاني من جديد. اللايف هناك حجموه وانا واصل نواصل نواصل هناي نشوف كمية الوحدة قدر شنو. مرحبا بك. السلام عليكم. انت في اللايف مباشر، مرحبا بك. الله يسلمك. كنت في اللايف مباشر. هاي فرح، تفضل بك. تفضل مرحبا بك. عندي نقطة، عندي نقطة بس داير نوصل، عندي نقطة بس داير نوصل. تفضل. بس أهم حاجة أولادنا في قدام السري ولا الجيش. شبكة، شبكتك، شبكة، شبكة، شبكة تعبان، شبكتك تعبان. نشوف الزول الثاني، شبكتك تعبان شديد. مرحبا بك. مساء الخير يا احمد حبابك. عندك رجة جنبك، رجة رجة، اقفل الرجة جنبك دي. كويس. اي زول عنده رجة جنبه لا من تقفل الرجة دي حتى تجيني. عندك تلفزيون شغال اقفله، عندك ناس بجوته اطلع، اطلع من الغرفة برا، بشيلك بشيلك برا طوالي. لانه بتعمل لي شنو؟ بترجع لي كده شنو؟ تعمل لي انا كده في اللايف يعني صوت بصوتين. ده انا وصل لي بس رسالة صغيره صغنبوطة كده بس. حبيبنا اقفل اللايف جنبك ده الله يرضى عليك. لا لا اقفلوا عديل يا جماعه. طيب انا نقفل التليفون نرتاح منه. طيب ممكن؟ لا انا معك معك. طيب اقفل اي حاجه، ما اي حاجه جنبك اقفلها. انت ما جاهز بس معلش اسمح لي يعني. جاهز جاهز بس. تفضل تفضل. طيب تفضل.
قلت في اللايف مباشر كده قاعد في فرنسا هنا في نانت بحدد فوقك. قول له الزرقاء ده في اي محل قاعدين، قول له في نانت ده قاعدين، بس خليه يطلع لايف يديك ادريسه عشان نركب لك هنا في نانت. يا الله واحد هو قاعد في نانتي؟ اي قبل يومين طالع لايف قاعد يحدد فوقك نقتلك ونسويلك وانا قاعد في فرنسا وفي نانتي نركب لك هنا لما يعرف الله. لا 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 انا ما اقول لا لا حبيبنا السلام عليك. اول حاجه الله يرضى عليك، انا ما ديرت اي زول واي زول يسمع الكلام ده ما دير اي زول يعمل مشاكل يعني بجانبي انا. قول واحد. النقطة الثانية انا نشرته هنا وعندي بلاغ، البلاغ يا هدى موجود موجود يا هدى، لكن انا ما بقدر بنشره في الـ في الـ في اللايف لانه شنو ممنوع الا بعد يتم قبضه. تمام البلاغ ده عنده شهرين، انا نشرته عشان الناس يشوفوا صورته وزاته انا داير يشتكي عشان المحكمة تكون مظبوطة. حول لي اللايف حددني فوق ده واحد، اديني ادريسه بس وري الشباب القاعدين في نانتي خليه يشوفوا ادريسه لانه اصلا هو تشادي ومسجل بسوداني. انا اكد لك الكلام ده. طيب الزول ده طلع مني الزول ده قال هو ايوه قاعد في نانتي وخلي يدون ادريسه بس ما دارين اكتر من كده وحولوا لي اللايف بس. ده الموضوع كله يعني ببساطة يعني ما داير اي زول يعمل مشاكل. دي ما مشكلة شخصية طبعا صح؟ ده ما دي حاجة ما تعمل على الثورة. ما في زول يا جماعة ممنوع زول يشاكل نيابة عني انا. هنا موجود قانون والبلاغ عنده قريب شهرين وشوية، تذكروا فتحناه بدري كنا كايسينه وقت هو في نانتي اكلها. الناس اللي قاعدين في نانتي يا هدى الزول شوفوا لي ادريس وين بس. والله انا بلو بل والله انا بلك بل هلك مني الهله بلا ناس نانتي حبابكم الف. وقال في نانتي وحولوا لي الفيديو بس، حول لي الفيديو يا حبوب بعدين انا برجع لك طبعا في الخاص. طيب انا اوريك يا هدى هذه الصوره هنا. انا يا جماعه الزول ده حولنا من اللايف ودانا لي مشكلة حاجة شخصية يا جماعة وشخصنا المواضيع يا هدى. حول لي النايب بس اي زول شافه في فرنسا هنا بس بلاغه مفتوح اقسم بالله جد ما بقدر بنشره في الميديا يا جماعة. مفتوح عنده قريب شهرين ولا 3 شهور كان حددني مباشر رقم تلفونه ذاته معي تذكروا. في زول لقاه بس قاعد بالذات لو قاعد هنا في فرنسا في نانتي اكلها لانه هو تشادي ومسجل بسوداني. اول حاجه نقلع الاقامه اللي عنده ده وهنحطه في الرج ونقول له انت دخلك بالسودان شنو يا جنجويتي يا رباطي يا قاتل يا مجرم ونحش لك حش ثقيل. عموما تحياتنا. طيب نرجع للثوره يا جماعه، نرجع للثوره دي مشكله شخصيه. مرحبا بك. الو مرحبا بك. عليك السلام كيف؟ الحمد لله والله تفضل. يعطيك العافيه يا استاذ كسر اخبارك؟ الحمد لله الله فضل فضل اكسب الزمن زمن كسوني. الله يبدا فيه 35 دقيقه طوالي بسجلوا انت في اللايف مش طيب تحياتنا. مرحبتين يا مرحبا في اللايف انت مباشر لانه في ناس بخشوا لك في الخاص ساكت في لايف. انا تمام يا زلمه اسمع عايز اقول لك شنو بالنسبه لموضوع بتاع توحيد الزرقاء ده نحن دي اصلا مكملينه وكل شيء دي منتهي، لكن انا موضوعي للزور اللي حددك وقلت كان ده كلكم ارجو لي في الخاص ده حاجه خاصه خلونا في الثوره يا جماعه ارجو لي بعدين بعد نقفل اللايف اي زول يرجع لي في الخاص بعدين لانه دي حاجه بتخصني انا. تمام خلاص جميل تمام. لا ما هو الموضوع انا لا لا ارجع لي في الخاص يا اخي ما تدخلوا الخاص بالعام، ما تدخلوا مشاكل دارفور باحمد كسله. يا تحياتنا. انا لو خايف كان ما طلعت لايف. خلونا مع الثوره يا جماعه. مرحبا بك اكسب الزمن. مش متاخر هاي ما قدر السين هذا. تفضل صحتك واخبارك؟ الحمد لله تفضل. الله يسلمك من حقيقه يا احمد كسله. متابعينك 24 ساعه. تحياتنا تسلم.
هاي تسمى الدقل قروشك قروشك ما وبندقيتك، ده اهم حاجه. انا بموت الليله بموت بكره، انا ذاتي دول كبير في السن يعني، الموت انا والموت اولاد خالات. فلو مت راجع واللايفات القديمه بس واعملوا بقى المهم انا هنا كل ازول معاك وخلاص تحياتنا اكون معاك سوا. طبعا احنا قاعدين تحياتنا في ليبيا، في ليبيا قاعدين شكرا طبعا لك جاهزين ازول. شكرا اي جماعه ليبيا طبعا اي حيوك شكرا تحياتنا. اه يا جماعه اضافه، يا جماعه انا ده اضافه حقيقيه يا جماعه. خلونا في الثوره وخلونا في الـ في في الناس الجنجبيت الرباط اللي قاعدين في الخرطوم، خلونا الناس اللي قاعدين ركزوا موضوع بتاع التسليح، ركزوا موضوع بتاع الوحده، خلونا مع ناس جبل مون، خلونا مع دارفور كله، خلونا مع داراندوكا، خلونا مع ناس مرني، مع ناس كرينيك، خلونا كده يتكلموا يضيفوا لهم حاجه. اللايف ده بيخسروا فيه موجبايتات في السودان بالمناسبه، وبيدفعوا فيه بكون عندهم واي فاي بيشغلوا اللايف، اللايف ما تشخصنه. اي زول عنده موضوع شخصي وداري يساعدني في حاجه شخصيه ارجع لي انا في الخاص يا جماعه. تحياتنا يا جماعه. انا نفسه انا والناس اللي ماتوا ديل انا اشرف منهم. انا لو خوفك ما طلعت لايف. مرحبتين يا استاذ، وليك الزمن يا اخي، ليك الزمن يا اخي. يا ما جيت دايما اجيك انا في الخاص دار ناس بقول اه حط لي في اللايف يا في اللايف في اللايف مدنيو مدنيو في اللايف. طب انا جيت لايف هسه انا بجيب اللايف في اللايف في اللايف انت في اللايف قدم لي دعوه قدم لي دعوه بديتك في اللايف يعني قول دعوه 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 ما ما هو اللايف بحجموه اصلا كده يعني.